السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة جوديس هوم بروجي الداري. اليوم إن شاء الله غندويو على لا بلاك دو كويسون، أولا كما كنسميوها لا بلاك، لا طابل دو كويسون، البوطاغاز، الفران اللي أونكاستري، البوطاغاز أونكاستري. غادي نجاوبوا على عدة أسئلة. أولا غنشوفوا شنو هما المعايير باش نختار هاد أولا لي كريتير باش نختار لا بلاك ديالي. غندويو واش اما احسن واش الغاز او الضو. غندويو كذلك واش نختار الزاج ولا نختار الاينوكس. واخيرا غنشوفوا القياسات سواء ديال لابلاك اللي خاصني نختار على حساب القياس ديال الكوزينه ديالي، سواء ديال هذاك الحفره اللي كتحفر في الرخامه. وبطبيعه الحال نصائح مهمه وسط هاد لا فيديو باش نحسنوا الاختيار وان شاء الله ما ندموش من بعد. اول حاجه خاصني نشوف في الاختيار ديالي لابلاك هو الماده اللي مصنوعه منها هاد لابلاك، واش الاينوكس، واش الزاج، واش الفيترو سيرام، واش مصنوعه من لافونت، واش مصنوعه من ليماي. يعني خصني نعرف الماده اللي مصنوعه منها هاد لابلاك. ثانيا كنشوف النوع ديال العافيه، يعني واش هاد لابلاك كتخدم بالغاز، كتخدم بالضو، كتخدم بالاندكسيون، يعني داك الالكترو الكهرومغناطيسي، ولا كتخدم بالغادياسيون، كتخدم بالالوجين، بايش كتخدم. وهنا راه الاكثر استعمالا هما الغاز والكهرباء. ثالث حاجه كنشوف هو عدد الريوس اللي كاينين فيها، يعني واش فيها 4 ديال الريوس، فيها 2، فيها 5، شحال من راس ديال العافيه كاين. ورابع حاجه كنشوف هي التحكم ديالها، يعني لا كوموند داك لي بوطون، واش عندها مانويل ولا عندها تاكتيل، واش كاين السيكوريتي في هذاك سميتها، يعني الا مثلا طفاليا طفات العافيه واش غادي يبقى دايز الغاز اولا غادي يتقطع، واش ملي كنبغي نخدمها كتخدم اوتوماتيك بالحجره اولا كتخدم بالبريكه اولا خاصني البريز ديال الضو. وكنشوف كذلك لي مود دو كويسون اللي فيها، يعني واش كاين فيها هذيك ان لو بغيت نخلي الماكله سخونه نقدر نخليها فوق من واحد الراس، يعني كيخلي لي الماكله سخونه. اش منها هما لي مود دو كويسون اللي كاينين فيها، يعني ولا كاين مثلا بغيت عندي شي حاجه مغلاصيه وبغيت ديكونجليها، واش كاين عندي شي راس اللي غيديكونجلي ليا هاد الماكله. واخر عنصر ومهم حتى هو جدا هو القياس ديال هاد لابلاك، يعني واش غناخد القياس اللي صغير اولا غناخد القياس اللي كبير. وهذا المعيار بالضبط فهو كيتحكم فيه القياس ديال الكوزينه اللي عندي. نصيحه للناس اللي عندهم الكوزينه صغيره ما ياخذوش لابلاك اللي كبيره، علاش؟ حيت غتاكل لهم الرخامه كامله وما غيبقاش عندهم سطح العمل اولا لو بلون دو طرافاي فين يخدموا، فين مثلا الا بغاو يعجنوا شي حاجه، بغاو يطيبوا شي حاجه، بغاو يحطوا لي كاسخول، بغاو يحطوا شي الكوكوط، ما غيلقاوش فين غادي يحطوها. يعني هاد المعايير اللي سبق ليا وذكرت دابا كاملين بسته خاصني نديرهم في بالي ملي نكون كنختار. وهنا غادي نجاوب على الاكثر الاسئله اللي مطروحه. والاول سؤال اللي كيتطرح بزاف واش ناخذ لابلاك ديال الغاز اولا ناخذ لابلاك ديال الضو. نبداو بلابلاك ديال الغاز. الغاز فهو سهل، يعني وسهل انني نشعلو. كذلك كنشوف العافيه، يعني كنقدر نكونتروليها فيزوييلمون، كنشوف واش مجهده واش ناقصه غير بالعين. لابلاكا غاز كتبقى من النوع زعما الاكثر عملي فيهم. حاليا كاين فيها سيستم ديال سيكوريتي، يعني كتوقف اوتوماتيكمون للعافيه ما بقاتش خدامه، يعني مثلا فاض ليا الحليب ولا طاحت ليا شي حاجه على الراس وطفات العافيه، فهذاك الثيرموكوب اللي كاين تما كيحدد ان ما بقاتش العافيه وكيقطع الغاز اوتوماتيكمون، يعني حتى السيكوريتي ولات فيها ما بقيتش نخاف ان الغاز يبقى مطلوق، ما يبقاش مطلوق. وكذلك الغاز حكيم ما كنعرفوه راه هو كيطيب دغيا وسهل اننا نريغلوه، يعني كتبان لينا بالعين مجرد الريغلاج ديالو. وكتبقى كذلك هاد لابلاك ديال الغاز هي ارخص وحده وفي المتناول ديال الجميع، يعني كاينين لي غام فيها من 600 500 درهم حتى 5000 درهم، كتبقى في متناول الجميع، يعني فيها كاع لي غام اللي بغينا كاين فيها. كتبقى حاجه واحده في هاد القضيه ديال الغاز هي مثلا الناس اللي ساكنين في الكاتريام ايطاج وعندهم دروج قاصحين، يعني كتبقى ديك القضيه ديال غنطلع ونهبط البوطه، كيبدا بنادم يفكر هذاك التعب ديال البوطه واش يخدم بالبوطه ولا يخدم بالضو. ومساله اخرى حتى النيتواياج ديال 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 هذاك الريوصه ديال الغاز، يعني كيكون شويه ديفيسيل الا تكبات عليهم شي حاجه ولا هذا باش تمسحهم من الداخل، وهذا كيكون شويه صعيب، يعني حتى النيتواياج ديال هذوك لي غري ولا لي بغولور كتكون شويه قاصحه.
وبالنسبه لهاد لي بغيولور ولا كما كيقولوا لهم بالعاميه البيبات، يعني هادو اللي كيخرج منهم الغاز كما غنوريكم دابا في الصوره، كتحيد هذاك الغطاء كتبان لك واحد سميتها هي اللي كيخرج منها الغاز هادوك. فكاع لي بلاك اي ماركه خديتي كتكون ديال اوروبا، واغلبيه كيكونوا لي مارك ديال على برا، فكيكون معاهم دو جو ديال هاد البيبات، يعني وحدين على حساب الغاز اللي ديستريبيو من عند الجماعه كيكون دايز عندهم همايا في المدينه كامله اوروبا، وكاين هذوك البيبات اللي كيخدموا الغاز ديال البوطه بحال اللي عندنا حنايا. فانت غادي تقول لهم اللي يجيو يركبوهم ليك، غتقول ليه حيد ليا هذوك دير ليا ديال البوطه. اغلبيه ماشي اغلبيه، كلهم تيخرج معاهم هذوك ديال الغاز ديال المدينه. انت غتقول ليه حيد ليا دوك البيبات، راه كيخليهم ليك كيعطيهم ليك، غتقول ليه دير ليا البيبات الاخرين اللي خدامين الغاز ديال البوطه. هذه حاجه مهمه بزاف، حيت الا ما بدلتيهمش غيخدموا لك بطبيعه الحال، من بعد غيولي يطلع لك هذاك الكحوليه وداك الدخان وانت ما غتعرفش مناش، هما راه غير دوك البيبات خاصهم يتبدلوا. بالنسبه للاختيار الثاني اللي هو لا بلاك ديال الضو، يعني علاش غنختار ديال الضو؟ بالنسبه ديال الضو كتكون صحيحه، يعني دوك الريوس ديالها صحاح، راه كيكونوا كلهم او ميتال، كلهم حديد، سهله في الاستعمال ديالها، ما كاينش مسهل منها. بالنسبه للثمن ديالها حتى هي ثمن جد مناسب، يعني موجوده باثمنه جد مناسبه، ما كيبقى الطياب ديالها، يعني هي اقل فعاليه من الريوصه ديال الغاز. وكذلك بالنسبه للوقت اللي كتاخذ في انها تطيب ولا انها تدير شي حاجه كيكون كثير. والانكونفينيون بالنسبه ليا اللي كبير هو ان ما فيهاش سيكوريتي، يعني لا دار شي حاجه ولا لمسيتي البوطه ولا شي حاجه ما غاديش تطفى بوحدها. كذلك النيتواياج ديالها فهو كيكون شويه صعيب، ولكن راه كتبقى عمليه بالنسبه للناس مثلا اللي ساكنين كاتريا ميطاج ما تيطيبوش بزاف، اولا بالنسبه مثلا عندي اون دوزيام ابارتمون ولا ابارتمون ديال الصيف، دار ديال الصيف، فهي كتبقى عمليه، ما كاين لاش غنبقى نطلع هبط البوطه هز البوطه، كتبقى عمليه وقاديه الغرض. يعني كما كنقول دائما راه اي حاجه كاينه في السوق وكتباع، يعني كتباع مهما محطوطه والناس الشركات خدامين على قبلها، وهذا راه كتباع، راه ما يمكنش تقول خايبه، كاين فيها ايجابيات وكاين فيها سلبيات. انا كمستعمل وكمستهلك غنشوف اشنو اللي مناسبني هو اللي غادي ناخذ، وكاينين ناس اخرين ما مناسبهمش هذاك الاختيار ديالي، مناسبهم اختيار اخر. يعني بالنسبه للناس اللي غايقول لك واش ناخذ الغاز ولا الضوء، راه خاصك تعرف المزايا والعيوب ديال كل واحد، وغتشوف انت كشخص اشنو اللي مناسبك. كما قلت راه لا كاينو شركات واقتصاد داير عليهم، راه يعني خدامين وقادين غراض بزاف ديال الناس. غندوزو دابا للسؤال الثاني واللي هو واش نختار الزاج او نختار الاينوكس. انا غنجاوبكم بكل بساطه على هذا السؤال، الا كان عندك الاستعمال مكثف للكوزينه كطيب فيها نهار كامل وانتم عائله كبيره، ما ننصحكش بتاتا بالزاج، بعيد منه. سوا يقول لك لا راه فيغ ترومبي ولا راه فيغ فيترو سيراميك، بعيد منه، غيتهرس غيطرا لو شوك، ولا ما كانتش يد وحده ضروري ما غيتهرس. ننصحك بالاينوكس، ما كيتاثرش واخا تحط فوق منه كوكوط فيها ما شحال منها من كيلو، ما غاديش ما غيطرا ليه والو، تحط طاجين كيكون يقطر ما غاديش يتهرس، ما غاديش يتفرقع. الا تكبل ما كاع على الاينوكس مثلا ترش الماء بارد وهو سخون ما غيطرا ليه والو، عكس الزاج يعني كيتهرس الا مثلا انا مسخنه حاط فوق منه شي كاسرول سخونه وترش عليه غير الماء بارد فغيتهرس. الا كنت شعل عافيه وحطيت واحد الكاسرونه جبتها من الثلاجه ولا من الفريغو، فكون اكيد انه غادي يتهرس، هذاك لو شوك تيرميك غادي يهرسو. كنتي يدك بوحدك، انتم عائله ديال جوج ولا ثلاثه الناس، ما عندكمش استعمال مكثف ديال الكوزينه كتخدموا بها مره ولا جوج، كنتي من النوع اللي عزيز عليه الديكور في الكوزينه اكثر من عزيز عليه الصح والبراتيك، خذ الزاج راه يخدم لك، يعني ما كاينش اشكال، كتبقى كما قلت حريه شخصيه واختيار على حساب لو مود دو في، يعني على حساب طريقه العيش ديالي انا واستعمال ديالي للكوزينه. بالنسبه للنيتواياج ديالهم راه بجوجهم كيكونوا ساهلين، ما كاينش مشكل لا في الاينوكس لا في الزاج الا خديت كاليتي بطبيعه الحال مزيانه. بالنسبه للقياسات فهي كتختلف، غنعطيكم انا هنايا التصويره يعني غادي نتبازاو عليها. بالنسبه لهذا العرض راه كيبقى فيكس، ديما كتلقاه في كاع لي بلاك كما بغاو يكونوا ديال جوج الريوس اربعه الريوس خمسه الريوس، كتلقى ديما القياس ديالها من هذا العرض هذا اللي كنوريكم 51 سنتيمتر،
كلهم فيهم 51. تيبقى الطول اللي كيختلف يعني كيفاغي من 30 بالنسبه لجوج الريوس، 60 سنتيمتر بالنسبه لربعه الريوس، وبالنسبه للخمسه فكاين عندنا في السوق المغربيه جوج ديال القياسات، كاين عندنا ال 75 وكاين عندنا الاكبر قياس اللي هو 90. علاش غنختار ديال 60 وما نختارش ديال 75 وما نختارش ديال 90؟ كتبقى على حساب الكوزينه ديالي والهبار اللي عندي في الكوزينه ديالي. بالنسبه للفران د لابلاك راه ضروري خاصني من الجناب ديالها نخلي بعيده واحد 30 حتى 40 سنتيم في الجناب ديالها، ولا ما كانش عندي الحد الادنى اللي نقدر نخليه هو 25 سنتيمتر باش يبقى عندي الا كانت شي حاجه سخونه ولا هذا نلقى فين نحطها في الجناب. يعني الا كانت عندي كوزينه صغيره فانا كنصحكم ديروا غير ديال زوج اولا ديال ربعه، الا كانت عندي كوزينه كبيره فانا عندي لو شوا نقدر ندير ديال 90 ديال 75. ديك الساعه الا كان انا ما عنديش مشكل في الفرن نقدر ندير ديال 60 ما عنديش اشكال. بالنسبه بزاف الناس ولي كوميرسيال غادي يقولوا لكم الا كنتي غتاخذ ديال 5 ديال هاد 75 فما كاينلاش راه دوك الريوسه مزاحمين. متفقه معاك، ولكن بعض المرات كنكون انا الاستعمال ديالي عارف انني غندير حوايج غير صغار، يعني ما كنديرش داكشي اللي كبير بزاف وتيشد ليا كاع الريوسه اللي حداه. فراسه ديال 75 راه عملي حتى هو موجود في السوق، يعني حتى هو كيتباع وحتى هو كاين بزاف الناس تيخدم ليهم. انا شخصيا هذا هو القياس اللي خديت ديال 75 على 51 خدام ليا، وانا بعض المرات كنكون محتاجه مثلا واحد الرويس صغير نحط فيه غير براد اتاي ولا شي حاجه، وبعض المرات كنكون دايره مثلا في رمضان اولا في المناسبات كتكون كتبغي تحط بزاف ديال لي كاسخول غادي دير فيهم لي سالاد تبغي الريوسه يكونوا عندك كتار. فبالنسبه للقياس ديال الحفره يعني شحال غنخلي انا في الرخامه، فهي كتبقى ديما في العرض 48 وفي الطول كتفاغي على حسب عدد الرؤوس. بالنسبه للريوسه ديال ربعه وديال خمسه القياس ديالهم 60 و 75 فالحفره هي نفسها كتبقى 56 سنتيمتر. وبالنسبه للفران ديال 90 فالحفره ديالو كتبقى 48 على 60. وهنا واحد القضيه مهمه، راه ما كنحفروش الضاله كامله، الضاله كنخليو فيها غير واحد 20 على 20 منين غيدخل المعلم ايدو ويدخل لنا يقاد لنا التيو ديال الغاز والبريز ديال الضو لابلاك، وغير الرخامه اللي الفوق يعني الضاله ما تنقربش لها غير الرخامه اللي الفوق هي اللي كيحفرها ليا الرخيمي. بالنسبه للاماكن المكان اللي نقدر ندير فيه هاد لابلاك في المطبخ ديالي اللي ننصحكم بعدوها على الماء، يعني حاولوا ما امكن لكان عندكم تيسات بعدوها على ليفي ديال الكويزين تبعد على الماء. كذلك ضروري فوق منها ما تكون لاهوت باش دير لكم الشفط وما يبقاش عندكم الريحه في الدار، ولا ما كانش في المقدور انك دير لاهوت فما دير فوق منها حتى شي بلاكار حيت غادي غير يضيع لك مع السخونيه اللي غطلع والبخار غادي غير يضيع، ما كاينلاش غديروا غتخلي ديك لاسباس اللي فوق منها خاوي. خليها بعيدة على القناة يعني ما تساريهاش مع شي قنت مع شي حيط او مع شي قنت ديال البلاكار، غادي يكون صعيب انك تخدمها وصعيب انك تمانيبيلي الخدمة ديالك كيف ما بغيتي. وكذلك حاجة مهمة بعدها على الشراجم، يعني معمر العافية كتكون حدا الهواء وعمر العافية كتكون حدا الماء، بعدها على الليفي وبعدها على الشرجم، حتى هذاك الكادر ديال الشرجم غادي تخسرو ليك، يعني لابلاك مع الطياب والعافية وهذا كيف ما كان هذاك الكادر عود ألمنيوم بي في سي غادي يخسر. كان هاد الشيء هو المعلومات اللي بغيت نبارطاجي معاكم، ودرت فيهم ابحاث كثيره يعني درت بزاف باش عرفت هاد الشيء. اللي عنده اي تساؤل يخليه ليا في الكومونتير ان شاء الله وراه غادي نجاوبو عليه. كان تكنيك اولا كان استيتيك ماشي مشكل، مرحبا باي سؤال على الرسول العين، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومه جديده واضافه جديده ان شاء الله. مع السلامه.